يعني السيد الرئيس كذلك يعني يتحدث، فنحن نسمع يعني مثل ما تسمعون يعني العديد من الأخصائيين في مجال الاقتصاد يتحدثون يعني على كتلة مالية كبيرة يعني في تدور يعني تتداول يعني بين المواطنين والمواطنات خارج يعني الإطار الرسمي، وفيها من يقدرها ب 40 مليار، فيها من يقدرها ب 80 مليار، كل واحد واش يقدر. نحن يعني انا بصفتي كمسؤول محلي لا املك يعني القيمه الحقيقيه، ولكن ما اتخذه الرئيس هذه الصبيحه من اجراء كذلك وقال باللي باش يعني هاد الناس هادو يقدروا يحطوا الاموال نتاعهم في البنوك مقابل سوكو، مقابل يعني وصل، الوصل هذا انونيم لحاملوه، يعني قال حتى نطمئن هاد الناس هادو باللي باش ما يخافوا من حتى حاجه، ويقول باللي باش يعني هاد الوصل هذا يكون عندك، والوقت اللي تحب تسحب الاموال نتاعك اسحبها. وكذلك فيه يعني كان فيه كذلك من جهه اخرى يعني لغه جديده تستعمل من طرف السيد الرئيس، وانه يعني هؤلاء ان لم يعني يقوموا بوضع الاموال نتاعهم برضاهم الدوله ستجد نفسها يعني مجبره على اتخاذ اجراءات قانونيه اخرى. مثلا تغيير العمله، مثلا ستكون تغيير العمله؟ لا اعرف، السيد الرئيس يدرك ما يقول. شكرا جزيلا.